معاكم عن الموضوع ده ونفهم ايه انسب طريقة لاحتواء، يعني نقدر نقول كده فترة الاجازة، وازاي نعرف نتعامل مع الاطفال وكل تفاصيلهم. يعني معانا طبعا كالعادة دكتورة رنا هاني ياسين، اخصائي صحة نفسية وتربية ايجابية، نعرف منها بالتفصيل معاكم ايه اسلم وامن الطرق في التعامل مع الاطفال. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ ازيك يا شريف؟ الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله منورانا تمام. وكل سنه وانت ثانك طيبه. يو، ميرسي. وانت واحنا طيب؟ اسفين على اللي بنعمله معاك قبل الفصل. انا غلبتوني اه والله. بعتذر لك بالخطيب عامل، انا بعتذر لك، هو فضحنا في كل مكان. مش عارفه يعني احجز ما بينكم ازاي برضه. مش عارفه انا جاي احجز ولا اشتغل. يعني ما احنا هنشتغل على خطيب بقى، يعني انا هساعد حضرتك، انا هكتب اللي حضرتك هتقوليه. مثال حي بقى خطيب. مثال حي علشان عامل لنا مشاكل في صدر البلد. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ ازيك يا خطيب؟ في الاول كده يمكن زي ما الشيف كان بيقول ان الاجازه فعلا او اولياء الامور اول ما يجي مثلا مش اجازه كبيره كمان، خميس وجمعه ده او جمعه وسبت، بيبقى عندهم اجازه يعني الولاد معانا طول اليوم، فليه بيبقى فيه الاحساس ده دايما؟ يعني برضو دول اولادنا وكل حاجه، فايه اللي بيخلي اولياء الامور النهارده عندهم باحساس ان الاجازه ده يبقى اصعب يوم؟ هو طبعا كتر التركيز، احنا بقى بنقعد مع بعض كلنا فاضيين، كتر التركيز او مش كلنا فاضيين، هم فاضيين واحنا مشغولين، يا اما بنشتغل اونلاين يا اما ما عندناش اجازه، فاحنا اتنين مركزين مع بعض، كتر الاحتكاك بنعلق كتير على تصرفاته بلس توقعاتنا. احنا متوقعين حاجه معينه من الطفل، الحاجة دي في الغالب بتبقى مش منطقية ولا واقعية. الأطفال عايزة تريح، عايزة تلعب، أجازة الصيف بالذات هم خلاص، حتى لو احنا شايفين هم ما بذلوش مجهود كبير أو تعبوا قوي في الدراسة أو كده، هم ليهم غرض معين من الأجازة. الغرض ده مش لازم يبقى فاليد، ده غير السن والتكوين العقلي طبعا، ده طبعا حاجة تانية. طبعا فإحنا بنبقى باصين للأجازة دي بمنظور، والواقع منظور، والعيال منظور تالت خالص. بالظبط. هو من هنا بيحصل بقى ايه الخناقات والتحديات اللي بنقابلها. طب هنقدر نقول مثلا هل ده بيحصل علشان كل واحد عنده تطلعات وقت الاجازه والاهالي ما بتبقاش عارفه تعمل ايه، خصوصا لو في اكتر من ولد او بنت في مخلفينهم او كده، ولا ده ممكن يكون بيحصل بسبب ايه؟ بص، هو الصغيرين امرهم سهل، كل ما الاطفال كانوا صغيرين ارضائهم. سن ايه بقى؟ يعني احنا معانا لحد 8 سنين ده ارضائهم بسيط، ماشي. بلاينج اريا، لعب في البيت، نجري وراهم نزغزغهم، حاجه لذيذه في البيت، كواليتي تايم في الخفيف كده، هيتبسطوا. من بعد الثمانيه بقى سن الرزاله اللي احنا بنقول عليه بقى. صح كده؟ شويه وندخل على مرحله الوحش، المراهقه. اللي مش عاجبهم حاجه مهما عملنا، صرفنا، سفرنا، جبنا اللي هم عايزينه، هو برضو معترضين ومش عاجبهم، يا اما قاعدين في اوضهم يا اما عايزين يخرجوا مع اصحابهم وبس. فبتبدا هنا احنا متوقعين منهم، يعني انت مش عايز تقعد مع باباك ومامتك، احنا مسافرين عشانك، نبدا يعني ايه نقول له اللي احنا بنعمله علشانه واللي احنا متوقعينه منه، ننتقد تصرف يعني. انا مش عايزه اقول الذل يعني احنا بنعمل شيء احنا اللي مختارين ان احنا نعمله، حتى لا ده لو تلبيه لرغباتهم فاحنا اللي مختارين ده. فلازم ابقى فاهمه ايه اللي بيحصل في مخ ابني، هو ليه عايز ينعزل ومش عايز يقعد معايا طول الوقت. طبعا جزء كبير منه تصرفاتنا احنا، تخيلوا كده احنا قاعدين مع بعض، طول ما انا قاعده معاك اقول لك ايه، افرد ظهرك وانت قاعد، اتكلم كويس، لما تاكل تبقى حاطط الاكل معرفش فين، ايه البنطلون اللي انت لابسه ده؟ احنا قاعدين بقى ايه بنتفرج على بعض طول النهار بقى. بننظر وبنقول كومنتس، فاحنا طول الوقت بننتقد. ايه اللي هيحصل؟ الطفل سواء مراهق او صغير هو هينفر وياخد جنب شويه، هنبدا في حاجه كده اسمها ستون وولينج، هيبقى في حيطه سد ما بيني وما بين ابني، فانا مش هعرف اتواصل، عشان اعرف اتواصل معاه، عشان اعرف اتكلم معاه، عشان اعرف اخرج اقنعه بخروجه مثلا، انا خارجه مع اصحابي وزعلانه قوي ان هو عايز دايما، بتهمه ان هو اناني وعايز دايما خروجات على مزاجه او كذا. ليه؟ لان هو اصلا مش عايز يسمع مني. فانا بنيت حيطه سد بسبب توجيهاتي الكتير، تعليقاتي الكتير، انتقادي، ان انا مش قادره افهم المرحله العمريه اللي هو فيها. بالذات الطفل كل ما بيكبر، اريك اريكسون ده طبيب نفسي بيقول ان هو مسمينا كده ايه 8 مراحل للنمو بتاعت البني ادم، من اول ما كان بيبي لحد ما فوق الـ60. فبيجي عند مرحله المراهقه بيبدا من 11 12 سنه، بيسمي الفتره دي هي فتره البحث عن هويه.
الطفل بيبقى فيها بيدور على الهوية بتاعته، أنا مين؟ أنا جاي هنا أعمل إيه؟ أنا تبع ماما وبابا؟ لا طبعا بابا وماما دول خلاص راحت عليهم. طب أصحابي، أصحابي دول بيخرجوا كتير، أنا عايزة أبقى زيهم. أصحابي دول اتحجبوا بدري، عايزة أبقى زيهم. دول ما بيلبسوش حجاب، فأنا عايزة أقلدهم. دول بيسمعوا مزيكا التأثر بالمحيط اللي هم عايشين فيه، بيجرب بيقعدوا الأطفال يقعدوا يجربوا. هم يا حبايبي إحنا مش بنبقى متفاهمين إن هم نفسهم متلخبطين، ويبقاش ده عاجبنا، ونبقى دايما معترضين ونتهمه ان هم ما عندهمش شخصيه. او انت بتسمع كلام اصحابك بس، ونبدا ندخل معاهم في حاجه اسمها باور ستراجل او صراع قوه. انا لازم في المرحله دي اخد خطوه لورا.